هيمثل مدرسه نبويه موسى في ماتش النهارده 8 طلاب، هبتدي منهم 4 واول واحده فيهم فاطمه خلف. اللي بيصدق حلمه وبيؤمن بيه بيعمل علشانه المستحيل. فاطمة خلف من كتر حبها للعباقرة كانت بتحلم باليوم اللي تدخل فيه أولى ثانوي علشان تشارك في العباقرة. العباقرة كانت واحدة من أهم الأهداف اللي كان نفسي أحققها في حياتي، وكنت متابعة البرنامج من أول ما بدأ، من أول موسم لحد آخر موسم، الموسم 11 موسم تمريض. كان نفسي يعني أشوف نفسي واحدة من الناس اللي انضمت لكرو العباقرة. الفرق مش كبير بين الطالبة والمعلمة، الاتنين عندهم نفس الحب والشغف. أول ما دخلت أولى ثانوي قررت أني أشارك مع المدرسة، ورحت الميس نسمة وطلبت منها أنها تساعدني في أن احنا نشارك باسم المدرسة في برنامج العباقرة. أول ما فاطمة جات لي عشان نعمل برنامج شبه برنامج العباقرة، من وقتها حلمنا ابتدى، وأنا حلمي أنا الأول، أنا نفسي الثمانية يبقوا موجودين على الكراسي دي. مفيش حلم بيتحقق بسهولة، لازم تقابلك صعوبات. كان في معوقات السنة اللي فاتت والحمد لله عديناها، كانت معوقات كتير. بعد ما فكرنا ان احنا نقدم تاني بعد المعوقات دي، باب التأسجيل اتقفل، فحاولنا لغاية ما وصلنا الحمد لله السنة دي وقدمنا في الموسم التاني. ولأن العباقرة فكرة سكنت الوجدان، المعلمة وطلابها نفذوا الفكرة على مستوى إدارتهم التعليمية. أول يوم ميس نسمة كلمتني فيه وقالت لي ان احنا اتقابلنا، قلت لماما وبابا، شافوني عمالة بصوت، كنت فرحانة جداً. محدش كان مصدق في البيت، وكل عمال يضحك وبطريقة رهيبة جداً، وكان كله فرحان وقعدت عيط، وكان يوم جميل جداً حرفياً لما عرفنا إن إحنا اتقابلنا. فادوا واستفادوا لحد ما وصلوا لحلمهم الحقيقي. بابا وماما بيحاولوا على قد ما يقدروا يهتموا بالحاجات اللي أنا بحبها، زي أهمهم الكتب، فبيساعدوني ان انا انزل اشتري كتب واقرا كتير. حتى اخواتي الصغيرين بيحاولوا يجيبوا لي معلومات حتى لو بسيطه جدا من وجهه نظرهم، عشان تساعدني في التحضير للبرنامج. فاطمه تألقتي الماتش اللي فات؟ الحمد لله. جبتي كام نقطه؟ 90. 90 نقطه، افضل لاعب الماتش اللي فات. نحيي كلنا فاطمه خلف. شكرا لكل اللي بيدعم النجاح وبيعمل علشانه المستحيل.